اهلا وسهلا بكم سيادة المشاهدين في برنامجكم الاسبوعي انتي احلى. في حلقة اليوم هنتكلم على حاجتين مهمين بيهموا كل ستة مصرية بتهتم بجمالها ومظهرها. الفقرة الاولى هنتكلم فيها على موضة شتاء 2017. ايه الموضة الشتاء ده؟ ايه الالوان المفضلة؟ ايه القطع اللي المفروض تكون موجودة في دولابك؟ هنتكلم مش بس عن اللبس، لا، هنتكلم على كل ما يخص الموضة، من شنطة، جزمة، حزام، اكسسوار، كل حاجة. وهتكون ضيفتي في الفقرة الأولى مشرفاني مصممة الأزياء مارفل نبيل لتحدثنا عن شتاء 2017. أهلا وسهلا بيكي مارفل. أهلا بيكي، نورتينا. ربنا يخليكي. مارفل، عايزه ابدا سؤالي ليكي، وهل اللي ابتدى او انتهينا بيه 2016 هو اللي هنكمل بيه 2017؟ طيب خليني ابتدي اول حاجه اتكلم عن الالوان اللي مكمله معانا في الشتاء. اللون الباستيلات مكمل معانا، وهيكون هو اللون اللبني والموف الفاتح، وكمان هيكون معانا الروز والرمادي. والالوان طبعا الثابته معانا هتكون الاسود والاحمر، ده طبعا ثابت معانا. طيب مارفل، ممكن تكلمينا اكتر عن الموديلات وعن القصات اللي هتكون موجوده في شتاء 2017؟ انت جبت لنا معاكي شويه صور حلوه قوي وشويه موديلات جميله جدا، هتتعرض دلوقتي حالا على الشاشه، هيشوفوها الساده المشاهدين، وعايزه منك تفصيل او شرح لي. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي ابتدينا، هو البونتاكور مكمل معانا. طبعا البونتاكور مكمل معانا، هو هيكون لغايه يعني انكر رجلي يعني، او هيكون في اخره يكون في شراشيب او رسومات او ديزاينر كده للاكسسوارز علشان تبان شكل احلى للبنت وهي بتلبسها. طيب الجوب البليسي شايفينها جميلة جدا، وهي برضو موجودة في الصيف وكانت ظهرت في آخر الشتاء الماضي. هل البليسي أو المكمل معانا برضو الشتاء ده بألوانه كلها، ولا في لونين مميزين هيكونوا معانا الشتاء طبعًا ده؟ طبعا هي فكرة الجيب الطويلة دي طلع بكل أشكالها وبكل ألوانها، كمان ظهرت آخر الشتاء زي ما حضرتكم شايفين على الشوز البيضة، دي بتكون بتدي دفلية حلوة جدا. والسيلفر كمان هايل الحقيقة، والجولد بيكونوا يعني احلى الالوان، وممكن نلبسهم يعني في الصبح وفي بالليل يعني. تمام، زي ما في الصيف كده او اخر الشتاء اللي فات برضو، يعني ستيل برضو مكملين معانا. بالظبط. طيب بالنسبه للفرو، احنا شايفين هنا الفرو عامل شغل جامد جدا، وكان معانا برضو الشتاء اللي فات، برضو مكمل معانا الفرو الشتاء ده. طبعا الفرو ده يعني بكل انواعه وبكل اشكاله، الفرو اساسي، حتى يعني برضو لو لبسناه الصبح او بالليل هو اصبح زي الرسمي في الشتاء يعني. تمام، عندنا هنا جاكيت حلو قوي برضو، مكون من فرو مع جلد مع قماش زيتي مع رمادي، برضو ده موضة تركيبة الالوان دي كلها طبعا مع بعض. زي ما حضرتكم شايفين على الشاشة الفرو باشكاله بالوانه، وممكن نلبسه الصبح وبالليل زي ما قلت لحضرتكم. طيب الصورة اللي جاية، ده طقم كامل مش كده يا فندم؟ ايوه، زي ما حضرتك شايفه اللون البني طالع والابيض، وكمان السكارف طالعه فيها الوان مختلطه مع بعض، والشنطه برده فيها جلد والبوت والشراشيب، وزي ما انتم شايفين الساعه برده الجولد اهي، واحنا قلنا السيلفر برده والجولد طالعين، والالوان بالظبط، والسكارف والثوابت عندنا برده زي ما احنا شايفين، الاحمر والاسود برده في الثوابت. وده البالتو بقى اللي بتكلم عليه، اللي هو ممكن يكون بزرارين، بصفين زراير. ايوه بالظبط. والابيض انا شايفه الابيض برضو طالع معانا الشتاء ده، وممكن بقى يكون قصير او طويل. يعني في تلك الحالتين هي صوره طويله اهي. جميل جدا الحقيقه، فعلا حاجه تفتح النفس تخلينا عايزين نشتي احنا في عز الحر. حاجه زي كده، اهو ده اللي بتكلم عليه، بصفين زراير، والاحمر ستيل زي ما قلت لحضرتك كده. هو الاحمر كمان من الثوابت اللي احنا ما بنقدرش نستغنى عنها في دولابنا يعني. مظبوط فعلا.
والبليسي اهو بالوان مش كده مظبوط, وعليه بص الهيلز طويل ممكن طويل وممكن قصير, زهري حلو قوي برضه. طبعا طبعا هو لون الجمال يعني بالنسبه لي لون الجمال الازرق. تمام, في اي اضافه تانية حضرتك عايزه تضيفيها للبنات او الستات تقوليها لهم بالنسبه للشتاء اللي قادم؟ طبعا احب اوضح ان كل بنت مش لازم تلبس على الموضه, ممكن تلبس اللي بيليق على شكلها وجسمها, واظن اللي هتدي برضو شكل حلو وجميل لكل بنت. في نهاية فقرتي بشكر مصممة الأزياء الجميلة مارفل نبيل على الموديلات الصور اللي جابتها لنا وعلى كلامها الجميل. وفي نهاية الفقرة دي عايزة أقول للبنات إن الجمال ليس جمال الشكل ولكنه جمال الروح, وفي الآخر البسي اللي يليق عليكي واللي تحسي إنك مرتحاله. نطلع فاصل وبعد كده أرجع لكم على الفقرة التانية مع البشرة والكلام عن البشرة وكيفية العناية بيها, وبرضو مستنية تليفوناتكم وإيميلاتكم على إيميل البرنامج intiahla@yahoo.com وعلى أرقام البرنامج اللي هتظهر قدامكم على الشاشة. مرسي جدا يا فندم. تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الإعلامية وتجهيز سيرتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة أفكار الأعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تي في أونلاين, تلفزيون موجه باللغة الإنجليزية والعربية من القاهرة إلى العالم. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع انتي احلى ودايما احلى. هنتكلم في فقرتنا دي دلوقتي عن البشرة وكيفية العناية بيها في فصل الشتاء, وعن اهم الماسكات الطبيعية اللي ممكن نعملها من بيتنا من تلاجتنا من مطبخنا علشان نحصل على بشرة ناعمة جميلة رطبة. اولا عايزة اتكلم معاكم في حاجة مهمة جدا, احنا فصل الشتاء البشرة بتبقى جافة نتاج الجو, فاحنا مهم جدا ان احنا نحط كريم الترطيب على وشنا في اي وقت, يعني لازم نحط كريم الصبح وكريم بالليل, حتى احنا جوه البيت لازم نحط الكريم اللي هو انتي ريفلكشن ضد الشمس. ممكن حد يسالني يقولي ليه جوه البيت, هقول لكم لان الاضاءه بتمثل خطر على البشره وبتسمرها. طيب في حد ممكن يقولي طب احنا ما عندناش الامكانيه ان احنا نقدر نتعامل بكل ده, هرجع واقول لكم احنا هنعمل ماسكتنا النهاردة او ماسكنا النهاردة المميز من مطبخنا ومن تلاجتنا ومن السوق. وعايزة اقول حاجة كمان مهمة جدا, ان مية الورد ده شيء اساسي جدا, لازم التلاجة عندنا ما لا تخلى منها, ولازم نحطها في التلاجة علشان تكون ساقعة واحنا بنستخدمها على وشنا, لان مية الورد ما بنحطها على وشنا وهي ساقعة دي بتسدلي مسام البشرة وبتحافظ عليها وبتخلي البشرة مشدودة. دلوقتي جي وقت الماسك بتاعنا الاسبوعي اللي هقول لكم حالا مقاديره دلوقتي. ماسك زبادي بالعسل, الماسك بتاعنا هيكون عبارة عن معلقة كبيرة زبادي, معلقة صغيرة عسل ابيض, معلقة صغيرة زيت زيتون. هنمزج الثلاث حاجات دي كلها مع بعضها وهنحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق, وبعدين نطلعها نحطها على وشنا ورقبتنا. خلوا بالكم ان الرقبة جزء لا يتجزأ عن البشرة, الاثنين مع بعض. ونبتدي نحط الماسك بتاعنا من تحت لفوق, يعني بطريقة دائرية من اسفل الى اعلى مع الرقبة بنفس الطريقة. وبعدين بعد ما نحط الماسك هنسيبه على وشنا, كل ما نسيبه حقيقة احسن يعني فترة اطول كل ما يكون فيه افادة للبشرة, ولكن طبعا الوقت لا يتعدى الساعة. بعد كده هغسل وشي بمية الورد, وبعد كده هتبصي لنفسك هتحسي بفرق كبير جدا وهتكوني مبسوطة من النتيجة. في نهاية حلقتنا يا رب تكون الفقرات عجبتكم, واشوفكم على خير الاسبوع القادم في نفس الموعد, وحنتكلم في الحلقة القادمة عن الرشاقة
وكيفية الحصول على جسم متناسق جميل مع انتي احلى، الدنيا هتكون احلى. انتظرونا الاسبوع القادم.